انا لقطته مع كابتن حسام غالي تاني عشان عايز يعني يا رب اكون اللي انا شايفه صح في الصوره. في حاجات كده بحب ان انا اتوقف عندها لانها مهمه. لا مش هو اللي انا كنت متخيله. انا كنت بحسب عم حنفي اللي معاك الله يرحمه. لا الله يرحمه. لا مش عم حنفي ده كان برضو من العلامات بس ما خدش حظه ولا خد حظه حارس. لكن حنفي ومكي وحارس وسيد كلهم. وكلهم طبعا كلهم يا كابتن يعني ليهم دور كبير جدا 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 بجد يعني بيسهلوا لنا كل حاجه ده صحيح داخل النادي الاهلي يعني بنروح التمرين مش ناقصنا حاجه بعد التمرين في المباريات في المعسكرات صراحه مجهودهم يعني صحيح. ما نقدرش نستغنى عنه. حسام غالي على فكره انا رقبتي فضلت تعباني مثلا 3 ايام من شده الرقبه. انا خلصت المباراه دي يا كابتن وطلعت على البحر ثلاثه اصطاد. لا انا مباراه مهمه جدا لو لا قدر الله حصل اي حاجه مش هقدر انزل من بيتي خالص لو خسرنا ولو كسبنا خلاص ابقى فرحان. فكنت مجهز نفسي خلصت المباراه خدت شنطتي وطلعت قعدت في البحر قعدت يومين حلو عشان الضغط والتركيز اللي كنا فيه كان صعب جدا مش جدا جدا بالظبط. لكن ايام جميله وبطولات طبعاً. كبيره والواحد بيتشرف ان هو كان جزء منها. لقطه ثالثه لا يمكن انساها ودايما باثرها معاك في حواراتنا اي حد بيتمنى يبقى كابتن النادي الاهلي طبعا وايا كان بقى صديقه وزميله. لكن هناك قرار اداره وهذا القرار بانه عماد متعب يبقى كابتن النادي الاهلي والامر بيحدث في مباراه مهمه مباراه سوبر ما بين اهلي وزمالك. حسام غالي كان هو الكابتن وتم يعني بقرار من مجلس اداره ابعاده. انت بتستلم الكاس على الاقل استلم الكاس وارفعه قدام الناس وبعدين استدعي حسام غالي والناس كلها برضه هتذكرها لك بكل الخير. لكن انك تصمم بالشكل ده على ان حسام غالي هو اللي يجي وهو اللي يرفع الكاس وبعدها وفي نفس اليوم بيصدر قرار بعوده حسام غالي لانه يبقى كابتن النادي الاهلي وبتستمر بقى مسيرته ما شاء الله بيبعده مجلس نواب بيبعده مجلس اداره في النادي الاهلي وقبلها شركه الكوره في علامات فارقه يا كابتن عماد طبعا. و يعني بعيد عن علاقتي بحسام غالي وعشره السنين وان احنا اكتر من اخوات خلي دي على جنب. اكتر حاجه في الحياه ان الواحد يتظلم نعم واحنا كلنا كنا شايفين ان حسام غالي اتظلم في فكره سحب الشاره منه كنا شايفين ان القرار كان فيه ظلم المباراه كنا احنا خسرانين وحسام غالي كان 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 خارج وبيقلع الشاره مش قصده نهائي لما رماها مش قصده نهائي ان هو يهين الشاره هو بيرميها من عصبيته لحظه يعني ما فيهاش تركيز. فلما القرار اتاخد ان حسام مش هيبقى الكابتن يعني بقيت انت الكابتن بقيت انا الكابتن بالادميه انا اللي بعده على طول تاني يوم على طول يمكن انا قلت الكلام ده تاني يوم على طول جماعه اللعيبه وكان حسام موجود وقلت لهم يا جماعه حسام غالي هو الكابتن هو المسؤول عن كل حاجه زي ما هو مفيش حاجه اتغيرت خالص اللي اتغير بس ان انا هبقى بلبس الشاره جوه الملعب احتراما لقرار مجلس الاداره لكن ولا هتاخدوا مني تعليمات ولا ما مارست دور الكابتن لا خالص 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 خالص. هل لو كان الامر ده مع لعيب غير حسام غالي كنت عملت نفس الامر نفس القصه انا حتى لو لعيب مش مقرب منك نفس القصه. بص يا كابتن انا الا اذا كانت الظروف مختلفه في يعني في لا لو سحب الشاره بطريقه مختلفه ان انا ما اقدرش اعمل كده يعني ما اقدرش اعمل كده لا ممكن وقتها بس على ما اعتقد ما فيش سبب يعني ممكن يخلي لعيب يتسحب منه الشرف ويفضل قاعد في النادي لو الظروف كانت صعبه جدا يعني. لكن لو اي لعيب تاني كنت هعمل معاه كده ويمكن لما تيجي مع حسام غالي بقى فكانت حاجه بتبسطني انا اكتر ويمكن الحمد لله زي ما حضرتك شفت انت بعد حتى ما رفعتش الكاس لا ما رفعتوش يعني ما رفعتش الكاس وبعد بعد القصه دي الحمد لله حسام رجع له الشاره وانا كنت مبسوط من ده جدا انا عايز اقول لحضرتك ان يومها قلت اللعيبه بعد المباراه ما حدش يحتفل يعني لما اطلع ما حدش يجي عليا انا بقلق حضرتك ان لما لعيب بيستلم الكاس اللعيبه اوقات بتقرب بسرعه قلت له ما حدش يقرب والمهندس محمود طاهر يمكن وانا طالع قال لي عماد ابقى خلي حسام يرفع معاك الكاس قلت له ان شاء الله يا باشمهندس ودخل بعد ما كسبته بعد ما كسبنا وانا بسلم عليه واحنا داخلين وقت السلام فبسلم عليه قال لي خلي حسام يرفع معاك كاس يا عماد قلت له ان شاء الله يا باشمهندس ودخلت ولما استلمت الكاس انا يمكن ما عملتش اي حاجه غير ان انا مسكت الكاس بس مزبوط. ونزلت حسام عشان يستلم الكاس لان ده حق شرف لاي حد ان يكون كابتن النادي الاهلي يعني شرف ما بعده شرف صحيح لكن اوحش احساس انك تكون واخد حاجه هي مش حقك دلوقتي واللي مكانك مظلوم وانا ده كنت هفضل حاسه طول الوقت فما كنتش هبقى مرتاح
فده القرار اللي انا كنت واخده. والحمد لله يعني حسام قدر يرجع لمكانه الطبيعي والشارة تكون معاه وموجود. فدي حاجه بالنسبه لي كانت بسطاني جدا جدا. وبعد كده انا بقيت الكابتن عادي. لكن للاسف يمكن ربنا ما كرمنيش او ما وفقنيش ان انا ارفع بطولات. لكن الحمد لله انا بالنسبه لي المهم إن ختمت حياتك وانت كابتن النادي الاهلي, وان النادي الاهلي يفوز بالبطولات مش ان ارفع. يعني لو حضرتك شفت على مدار السنين مش هتلاقي لي صوره واحده مثلا وقت رفع الكاس هتلاقيني اختفيت ورا وخلاص ممكن امشي. حتى الكونفدراليه يمكن انا وحسام غالي اول اتنين خارجين من الملعب. والله حسام رفع الكاس واللعيبه احتفلت وبعد كده خرجنا من الملعب مشيت. يعني الهدف الرئيسي عملناه اسعاد جماهير الاهلي واسعاد جمهور الاهلي. نعم بس اي حاجه بعد كده بتبقى مكمله. بالمناسبه الجول اللي عرضناه ده يمكن كان جون تالت او رابع في مباراه, بس ليه معاني كتيرة جدا. ناس كتيرة مش فاكرة قصته, هتفكرنا بالقصة. كان ساعتها عماد بقاله فترة مقفلة معاه في الأهداف, ولما الكرة تيجي لاتنين لعيبة قبليه أي حد منهم يجيبها جون, لكن هم يصمموا إنه عماد اللي يجيب الهدف. دي لقطة نادرا ما تجدها في أندية وأندية كبيرة ولعيبة الحقيقة بهذا الحجم وهذا الوزن. عايز أعيد اللقطة يا كابتن عماد تاني, وانا بحب الحديث ده اللي بيرسخ قيم ومبادئ وتقاليد محترمه. ده وادي دجله. وادي دجله اتفضل بقى احكي لي. هنا الكره اتلعبت من مؤمن ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه ان شاء الله. انا حطيتها اتصدت هنا مؤمن. لعبها لحسام غالي. حسام كان عنده القدره انه يحطها سهله ولعبها لي. بص يا كابتن, يمكن الهدف ده واهداف تانية انا سجلتها شفت رد فعل كان بيخليني مرتاح نفسيا من زملائك. من زملائي ان انا مرتاح نفسيا وان اللعيبه حاسه باللي انا حاسه. نعم ده طبعا يعني ده جميل ان انت حاسس ان زملائك حاسين بيك. ده اخلاص غير طبيعي. نعم. وحب من اللعيبه ويعني كل واحد بيبص لمصلحه الفرقه وازاي انه يخلي زميله في الملعب نفسيا مرتاح. انا ما كنتش بلعب الفتره دي. كنت بشارك يمكن غير وقتات اوقات معدوده وقت قليل جدا في الملعب, فكنت متضايق. فيمكن الهدف ده لو حضرتك شفت رد فعل اللعيبه هتلاقي انه هدف رابع اصلا. يعني انه هدف رابع هي مؤمن اللي عاملها في الاول وبعد كده انا استلمتها حاولت العبها في البعيده. ما ممكن يجيبها جون على فكره, يقدر يحطها في الدقيقه طبعا. وحسام يقدر يحطها لا طبعا, لكن هو التفكير انها ازاي تيجي لعماد لانه جري لك كمان. يعني انا حتى ما فرحتش. لكن بص اللعيبه في مباراه المقاولين كمان لو حضرتك تفتكر انا لما نزلت سجلت الهدف. نعم على ما اعتقد ان الشريف اكرامي جالي من الجون. حصل ده مش طبيعي. نعم. يعني مش الطبيعي ده جون عادي في الدقيقه 70. نعم. باللاعب نادي المقاولين. يعني مش بتكلم في نهائي بطوله او هدف في الدقيقه 90 فانت خلاص. لا ده هدف عادي يعني. نعم. لكن اللعيبه تحس ان اللعيبه بتجيلك وبتفرح معاك وحاسه بيك وحاسه ان انت لا انت المفروض تكون موجود في الملعب اكتر من كده. دي كلها حاجات كانت بتخلينا نفسيا مرتاح. عماد